وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة قالت المحامية دينا اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان إن قطر مستمرة في انتهاك المواثيق الدولية وحقوق الإنسان من خلال قرصنتها على الصيادين البحرينيين ومعاملتهم بعنف. للأسف قطر ما زالت مستمرة في انتهاك المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وخصوصا بعد أن كشفت مملكة البحرين تلاعب قطر الممنهج من خلال قرصنتها على الصيادين البحرينيين واستهدافهم بصورة ممنهجة ومقصودة منذ سنوات طويلة بشكل متهور وخطير خالفت فيه كل العادات والأعراف والتقاليد الغير مبررة، بالإضافة إلى أن قطر مارست كل أشكال العنف مع الصيادين البحرينيين وعاملتهم بشكل سيء داخل سجونها مع عدم توفير كافة الحقوق لهم من جميع الجوانب حتى أثناء التحقيقات وفي أثناء عرضهم على النيابة العامة والمحاكم القطرية. نعم. باختصار فإن قطر انتهجت القرصنة تجاه بحارة البحرين على الرغم من بساطة عمل هؤلاء الصيادين. كذلك نذكر وخصوصا بعد أن تم كشف تلاعب قطر الممنهج من خلال قرصنتها على الصيادين البحرينيين، لكن بعد عودة هذا الملف للساحة الإقليمية وبعد أن تبين استخدام قطر لكل أساليب العنف وصولا للقتل ضد الصيادين وأثناء عملهم ومصادرة حقوقهم وتعمدهم والاستيلاء على الطراريد وإتلافها، مصادرة الممتلكات الخاصة للبحارة، تغريمهم مبالغ مالية كبيرة تفوق إمكانياتهم، وبذلك حرموا حتى من حقهم في المحاكمات العادلة، فإن بذلك يضاف ذلك العمل والانتهاك إلى ملف انتهاك قطر الحقوق المستمر تجاه شعبها والشعوب الأخرى.